إلهنا الآن أبدأ الصلاة أكبر فأقول الله أكبر، هذه تعتبر التكبيرة الأولى، ها بيدي بيدي، الله أكبر، اثنين، الله أكبر، ثلاثة، الله أكبر، أربعة، الله أكبر، خمسة، الله أكبر، ستة، الله أكبر، سبعة، أي سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد انتهاء الفاتحة تقرأ أي سورة، ولكن من الأفضل أن تقرأ سورة سبح. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، إلى غاية نهاية السورة. الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر، هذه التكبيرة التي تسمى تكبيرة القيام نعدها مع التكبيرات التي سوف أكبرها، لحقها ستة، هذه الله كي طلعت قلت الله أكبر، واحد، الله أكبر، اثنين، الله أكبر، ثلاثة، الله أكبر، ربع، الله أكبر، خمسة، الله أكبر، ستة، ست تكبيرات بتكبيرة القيام، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. كملوا الفاتحة، ثم بعد الفاتحة نقرأ ما تيسر من القرآن، ولكن من الأفضل أن نقرأ سورة الغاشية وهي سنة. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة. نكمل السورة، بعدما نكمل السورة قل الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر، ثم نختمها بالتحيات، ثم بعدما نتحي التحيات نسلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ها نحن قد أنهينا صلاة العيد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.